قول بيها سميت بسم الله وشديت بالخطوات خط الغلم سطرين أول وثاني. أول سطر أبعث سلامات من سد الفرات لحدود كوباني، وثاني سطر لعيون الشهيدات ركبت مطيت الشعر واطلقت العناني، وش ما كتبنا ما تعبر الكلمات لعيون هفرين تركع القيثاني. تركتي بصدورنا لوعة وبصمات ما يمحي الأثر مع مر الأزماني، بأرض الكرامة ومهد الديانات أرون التربة من دمهن الغاني. لا أقول حافلة بالنجاح 100% 50%، كانت عنا التقاليد والأعراف بوادي الفرات ممنوع البنت تكمل دراسة. حسيت عندي موهبة غير عن زملائي بالدراسة، وهي موهبة الشعر والكتابة بنفس الوقت. فصرت أدون، شو يخطر على بالي أدون دفاتر. مرت علينا ظروف طبعا أيام ما يقولون يسمونها الدولة الإسلامية، أنا أقول الدولة اللا إسلامية. طبعا قبل أكتب أدون، وقت دخلت الدولة الإسلامية إيش بي عندي دفاتر مجلدات مدونات حرقتها، لأنه إذا يلقونهن قصاص حكم تكفيري حرقتهن. وهسا أتذكرهن أحس غصة بروحي. بلشت من جديد أكتب، طبعا صفت كتاباتي على الوضع بالبلد، وكتاباتي على سنين داعش شلون كنا نعيش وشلون مرت علينا ظروف صعبة من هالزمن هذا. وأني جاي صارت كتاباتي كلياتها حزن على الشهداء، على الوضع اللي مر علينا، على نهر الفرات، على الجسور اللي تدمرت. وين بفعالية ياخذوني عليها؟ الفعالية اللي أكون أنا موجودة بيها يصير لها إيقاع بنفوس الناس غير شكل يتقبلونها. ما تأثرت ولا بأي شاعر، ما تأثرت. تأثر أحيانا بالشعر الخليجي، فالقصيدة من أحس بها شيء ما يعجبني أتركه، أحب أكتب من نفسي وأسمع من نفسي بنفس الوقت. يقول سلامي على كل روح طاهرة وفت بالعهد ووفت بالقسم، وادري أمك إيش قد صعبة عليها طقم العرس اليوم مبدل بالعلم، تستاهل أمك بوس على الجبين وقبل إيديها ودنجر عالجدم، تسع شهور وانت برحمها فرحانة بيك ما تحس بألم، أثاريها خي ناذرتك نذر وبسرعة مرت أيامك شنها حلم، كانت على باب البيت تستناك تجي وريحة انفاسك تشم، واليوم يا غالي تشم تراب قبرك، ها حبيبي أشوفك نايم مبتسم. هاي أنا أشعاري دائما باللغة العامية الفراتية، اللغة المحكية تعطي حس ومشاعر للشعر نستمدها من نهر الفرات. طبعا ما بي إنسان ما يواجهه، هذه إنسان ما يواجه مرة مرتين خلص صار الأمر عادي يتقبلون. يقول 7 سنين وانعجاف مرت علينا من ظلم داعش وزمة التجار بسعارها تحكمت بينا، وداعش طول اللحية وقصر الإيزار، على هذا مرتد اليوم ذابحينا وهذا مو حافظ الحمد والأذكار.
ايه وعلى هالمنوال طبعا قصيدة هذيش يعني من شي 30 بيت وقت محدد لا، بس جت براس الفكرة لو الساعة 3 بالليل اقوم اكتب عشان ما اتركها، بس يجي الالهام خلاص بدي اقوم اكتب اي وقت كان. بفعالية طبعا يخبرن عليها الرفيقات من حزب سوري المستقبل، يقولن يمنا فعالية، اقول لهم بس انطني العنوان، يبعث لي العنوان اكتب على موجب عنوان الفعالية، اقول بيها سر يا قلم ما بين الاسطور واكتب كتابي بحروف الابجدية، اذا علي تسأل اعطيك الجواب، شاعرة بحب الوطن ماني هواوية، عمر وتعدى ورا 50 وبعدني احمل على كتافي قضية، انا البنت وانا الاخت وانا الام وانا الجنة تحت اقدامي هدية، ارفع ايدك راحت سنين العلم، اني حرة ماني بعصر الجاهلية، شتريد اعلمك معنى الرجولة، قوم عالساتر نمشي سويه.